حياة السلطات المحلية والعسكرية لولاية سيدي بلعباس الاحتفالات مخلدة لعيد الاستقلال وعيد الشباب المصادف ليوم 5 جويلية من كل سنة. وكانت النقطة الأولى زيارة مقبرة الشهداء، حيث تم وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على الأرواح الشهداء الأبرار. وبعدها تم تسمية المركز الثقافي الإسلامي باسم المجاهد المرحوم أحمد شقرون رحمه الله. نحن هنا في رحاب المركز الإسلامي ونعيش حدثا عظيما تاريخيا أكيد سيكتب بماء الذهب، هو تسمية الشيخ الوالد أحمد شقرون هذا المركز الإسلامي الذي هو صرح من العمارة الإسلامية، وهو من أهم الإنتاج والزخرفة والإتقان الهندسي. الوالد كان مناضلا، كان مجاهدا، كان داعيا، كان مدرسا، كان أبا حنونا ليس لنا فقط، كان أب الجميع. يعني في جنازته أتذكر أن الذين بكوا عليه أكثر مما بكينا نحن عليه، فهذا الفقد العظيم أعتقد أن اليوم نحن عوضناه بهذا التسمية حتى يخلد اسمه، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذه التسمية انطلاقة لمشاريع كثيرة جدا في هذا المركز لكي نبني بها صرح البناء والتربية إن شاء الله بإذن الله تعالى. شهداء المقاومات الشعبية من يدفنون الآن بالمقبرة العالية تكريما لهم. دقيقة صمت.